ولكل من اسهر معه في إقامة هذا الحفل تسليمي يا حبيبي سيدي عمر. أنا الرجل الذي ينتقل مع الملحون أينما حل وسح. ما من مهرجان أو لقاء وطني إلا وأجد فيه سيدي عمر ولم يأتي خاوي الوطن. في كل مرة يأتينا بشيء جديد وهو مسير للركب الحضاري ويؤرخ لزماننا. ومع الأسف الشديد أننا نقف عند الاستهلاك الماضي ولا ننتج للحاضر ولا للمستقبل. سيدي عمر الأعزائي الذي يؤرخ لزمانه ونعمل بقول الشاعر غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلوا فهو يغرس من دوحة مثمرة من أرض سردمت. وكان بودي أن أقول فيه شيء كثير لولا أن سبقني زملائي سيدي الأمين سيدي العلوي وغيرهم لأنني أنا تتبعت الحاج عمر المري منذ أكثر من 40 سنة فنيف منذ كان يقدم تراث الملحون بالدف. وأنتم تعرفون أن القريحة من جاية من القريحة وأن الشاعر عدنا إذا ما عش في حضيرة شيخة لا نعترف به وهو شيخ ومر عن طريق شيخة والشيخ بلا شيخ باطل شر يعني الشيخة ديالو حتى تساوي واللي ما عنده شيخو الشيطان شيخو. استمعنا إلى الملحون استمعنا إلى عتاوة ولكن أقول لكم وبكل صدق من خلال الممارسة أن ما ستستمعون إليه وهو الدقة الحمدوشية أو النغمة الحمدوشية أو الطريقة الحمدوشية لا يسمو أي فن من الفنون إلا الأوزان الحمدوشية الأوزان الحمدوشية. وأقولها ومن هنا أطلب من الباحثين أن يعودوا إلى هذا الفن الأصيل ليجدوا فيه ما يجدون من المتعة لأن أجواءه هي أجواء ربانية في التوسل إلى الله وفي مدح رسول الله وفي التقرب إلى الله. فابقى الله هذه الجماعة الطيبة وسيدي عبد الرحيم ما جا شيء منه ما جا شيء من المسلقيت أو جا من فهو شدو شيخ وبا شيخ وبا شيخ وما يجعلنا عم تشبه إن شاء الله شي برعون ديالو كشكو عود هذا كجان معلم عكيم بي هاتنا غمت هاتنا غمت سجية رونك لالو هاتنا سبيكي هاتوا لالو الشعراء والأدباء والباحثون دائما كانوا يعيشون قبل الخطيبين وكان الحمدين وكان العود في الليالي والسهرات. أقول قولي هذا وأشكركم جديد كل من أسهم في الفن وأبقى كفرا صديقي وحبيبي في وقت السوسي فهو صديقي أيضا الحاج عمر أتعقل أسمه أمس السوسي ومعايا وصديق فأنا أحبه ورأيته وتنبأت له بمستقبل يا سيدي حسن تنبأ مع الجديد يقول قال الحقيقة وقلت له شدوا لي قلت له شدوا لي شدوا لي وصديق. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة أعضاء جمعية فاس سايس وأعضاء المجالس المنتخبة بالمدينة السيد رئيس جمعية الشيخ الهامي المغري سيادي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حملنا الشوق إليكم
وقد دارت بمائه نواعيرنا ومشت به صوبكم عيرنا حاملين معنا أعطار سلام وأزكى ود من ريانة بنت الشام ومن منتدى الأدب لمبدع الجنوب ومن الجمعية الردانية لهواة الملحون شاكرين لكم فكرتكم المشرقة التي جعلت الحاج عمر بري مناط التكريم ومحط الاعتزاز وإنا في مدينة كاردانت نشاطركم التقدير للحاج عمر بري شيخ أشياخ الملحون ومفخرة الزجل بوطننا الحبيب ورائد الكلمة الموزونة والمعنى النبيل والخيال المجنح ونحن نشارك في محفلكم البهيج في هذا المكان الفريج لن تسعفنا الوقت لتعداد أفضال ومن عمر بري الرجل الكريم المضياف أولا ومن كرمه وجوده ما برهن به على فرادته في فعل الخير معنا ومع كل مهتم بالأدب والثقافة والفن ثم ثانيا هو الشاعر العصامي الذي اعتمد على مجهوده وجهده الدؤوب لصناعة مجده الشعر السامق حتى عد اليوم علامة شعرية مضيئة في ربوع الوطن كله واسما منقوشا على جدار الزجل بالمطرقة والإزميل وثالثا هو الذاكرة المتقدة بجزئيات ودقائق الأخبار ومفيد الحكم وطرائف النوادر التي استجمعها من مدرسة الحكاية الشعبية أي الحلقة والسوق والفراجة وأماس الفن والأدب أما رابعا فإنه الرجل المحب لوطنه وملكه وتشهد مواقفه على ما نقول ويشهد شعره شهادة تغني عن اللفيف ولو اتسع الوقت لأضفنا خامسا وسادسا وألفا على ما في شاعرنا بري من مزايا رأينا رأي العين فشاهدنا ببعضها اليوم بالألفان ثم نعود إلى أهل فاس الأماجد ذوي التاريخ العريق والمجد التليد والسعي الحميد لنشكر مجددا تكريمهم لفنان يستحق التكريم والتفاتتهم الكريمة لرجل يجلونه كما تجله تارودانت ويعترفون بنباهته وفطانته ونبوغه كما يعترف سائر المهتمين بالشأن الشعري بالوطن شكرا لفاس وحيا الله فاس وهنيئا للحاج عمر بري وسامه التكريم هذا الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah.
وعلى أنت تنمي
الله
السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.